شراء سيارة يا سيدنا من معرض وليس بنك بمقدم، ولكن يشترط يعني نص العقد ان 10% يعني نسبة ثانوية، يعني لو هي مثلا ب 200000 سيدنا بياخد مثلا 100، وال 100 الباقية بيقسمها على 5 سنين، 10% في السنة يعني 50% في الـ5 سنين، فما حكم ذلك؟ بهذا التوصيف لا تجوز. السلام عليكم.